تليفونك مقفول؟ اصل التليفون فصل شحن وما ينفعش تدخل عشان محدش هنا. سمر انت ليه بتتهربي مني؟ ممكن نتكلم في الحكايه دي بعدين، بس ما ينفعش تدخل وانا قاعده لوحدي. وانا مش همشي. مش همشي يا سمر، وهفضل واقف قدام الباب لحد ما اعرف انت ليه مش عايزه تردي على طلبي. وعلى فكره بقى، انت هتبقي مسؤوله عن كل حاجه هتحصل، انت حره بقى. ممكن تمشي؟ مش همشي، عايز اتكلم معاكي. طب انزل ولا هحصلك؟ برضه مش هنزل، انا عارف كويس قوي ان انا لو نزلت انت مش هتنزلي ورايا. سمر في حاجات انا لازم اعرفها وافهمها. سمر انا عمري ما حسيت ان انا بحب حد بالشكل اللي انا فيه دلوقتي. عمري ما حسيت بحاجه اسمها حب ولا اعترفت بيها. الا لما انت ظهرتي في حياتي وغيرتي لي كل تفكيري. بس انا مش اوعي تقولي انه مش في دماغك، لان انت بالذات مش ممكن تكوني كده. يعني ايه انا بالذات؟ يعني كل كلمه وكل حرف قريتها لك بتقول ان انت محتاجه حب، ومش اي حب كمان. ده كلام في مليون واحد بيكتبه، وكل يوم في الدار في كتاب ومؤلفين بيكتبوا، مش انا لوحدي. اه بس انت الوحيده اللي حسيت بكل كلمه بتكتبها.